وايد سعيد بالحضور ديالي في هذا المهرجان دولنا هنا ومن هذا المنبر كنشكركم نتوما اولا اللي كتغطيوا هذا الحدث واللي كتعطيوا الاشعاع اللي كيستحق وكتحيطوا المواطنين والرئيس العام الوطني في الصوره في هذا المهرجان. اولا انا كنتقدم الشكر لرئيس الجماعه ديال ونانا على الدعوه والجمعيه المشرفه على هذا المهرجان، ومن هنا السيد العربي المحرشي على الدعم ديالو من خلاله رئيس الجهه وكل اعضاء الجهه على الدعم ديالهم لهذا المهرجان. وكنشكر السيد عامل صاحب الجلاله على اقليم وزان اللي هو كيدعم هذا المهرجان داخل الاقليم وهو كيحبذ هذه الفكره المهرجانات، لان المهرجانات صراحه عندها واحد الواقع كبير على المواطن في العالم القروي، لا من الناحيه الاقتصاديه، لا من الناحيه السياحيه، لا من ناحيه التعريف بالمنطقه، لان هذا المهرجانات صراحه هي كتعطي واحد الاشعاع كبير للمنطقه وهي صوره باش تعرف بالمنطقه وكتعرف المؤهلات الطبيعيه والثقافيه اللي كتسخر بها المنطقه ديال وزان على العموم والمنطقه ديال دائره وحده على بشكل خاص. وكنشكر كذلك جميع الرؤساء ديال جامعة الوحدة وجميع المجتمع المدني اللي كيسهر على تنظيم هذه التظاهرة اللي صراحة ما بقاش عندها صيت محلي أو لا إقليمي، رجع عندها صيت جهوي ووطني، ولما لا إن شاء الله في المستقبل يكون عندها صيت عالمي، لأن صراحة كما قلت هذا المهرجان عنده واحد الواقع كبير خاصة من ناحية اقتصادية ومن ناحية ديال البحث على الأسواق لتثمين ولبيع المنتوجات المجالية ديال المنطقة وديال المناطق المحيطة بإقليم وزان على العموم. كنشكر الجميع اللي سهروا على تنظيم هذا المهرجان، وصراحة مهرجان ناجح بامتياز، وما أحوجنا لمثل هذه المهرجانات في إقليم وزان وفي الأقاليم المجاورة لوزان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تنشكروا وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي على التغطية يعني اللي تتقوم بها ديال هذا المهرجان ونانا اللي تعرف النسخة الرابعة ديالو، وأيضا تنشكر السلطات الإقليمية والسلطات المحلية والسلطات الأمنية على المساهمة الفعالة ديالهم واللي تتسهر على الأمن والطمأنينة بعد أولا ديال المرتفقين ديال هذا المهرجان، واللي هذا المهرجان تعرف واحد مجموعة الأنشطة سواء كانت من ناحية الصحية اللي عرفت واحد مجموعه ديال القوافل الطبيه اللي شاركوا فيها واحد مجموعه الجماعات، وايضا كيف كتلاحظوا قدامنا واحد الفولكلور ديال 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 اسراب ديال تبوريضه، كما شفتوا زرتوا يعني في واحد الرواق ديال المنتوجات المجاليه اللي كيعرف واحد رواج في المنطقه بشكل مهم. نحن كمجلس اقليم وزان ساهمنا بشكل يعني على قدر الامكان سواء في اللوجستيك او ما هو مادي، اللي صيغنا واحد اتفاقيه الشراكه اللي ايضا المجلس الاقليمي كمساهم في هذا المهرجان ان شاء الله الرحمن الرحيم، واللي نتمناو لهذه النسخه الرابعه النجاح والتوفيق باذن الله، ونتمناو النسخه الخامسه نشوفوا افضل من النسخه الرابعه، لانه هذا مورد ثقافي ديال المنطقه لابد نحافظوا عليه ونكونوا احنا اكبر مساهمين في هذا المهرجان. شكرا. محمد الصباري النائب الاول لرئيس مجلس النواب. على كل حال نحضر اليوم هذا المهرجان تلبيه لدعوه كريمه من السيد رئيس المجلس الجماعي لجماعه ونانا، وكذلك زميلي وصديقي ورفيقي النائب البرلماني العربي المحرشي. حقا انا سعيد جدا بتواجدي في هذه الرقعه الجغرافيه الطيبه والرائعه جدا، عاين اليوم حضور جماهيري كثيف جدا، اضف الى ذلك وقفنا على واحد تنوع في المنتوجات المجاليه لصانعات وصناع المنطقه اي هذه المنطقه الجغرافيه، وكذلك ايضا تنوع ثقافي في من خلال فن التبوظ والحفاظ على هذا الموروث الثقافي. لذلك نملك ونحن نعيش في كافة أرجاء التراب الوطني أجواء الاحتفالات بعيد عرش المجيد وكذلك ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، إلا أن نقول على أن هذا الحفل اليوم أيضا هو استمرار لكل هذه الاحتفالات. نتمنى بطبيعة الحال من العلي القدير أن يديمها علينا وعلى راعي البلاد وعلى صاحب الجلالة، وشكرا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.